إيمان، صحيح عرفتي إيه هي آخر أخبار الفنانة سمية العلفي؟ لا، أنا آخر حاجة شفتها لها كان مسلسل كناريا وشركاء، وبعد كده معرفش عنها أي حاجة، مشوفتهاش في أي عام. إيه ده، كناريا وشركاء إيه؟ لا، ده أنا عرفت عنها بقى خبر مهم جدا. إيه بقى يا عم المهم جدا؟ يعني هو بصراحة خبر مش لذيذ، لأن هي قررت إنها مش هتمثل تاني وهتعتزل الفن. تعتزل الفن؟ يعني مش هنشوف سمية العلفي بتمثل تاني، قصدك تقولي كده؟ لا، هي قالت إنها مش هتمثل تاني علشان المناخ الفني الموجود حاليا مش مناسب ليها. تفتكري الكلام ده بجد؟ في فنانين كتير بيقولوا هنعتزل وبعدين هرجع هتعتزل بجد تاني. خير المخبر العظيم، منين؟ ايه ازيك انت؟ الحمد لله. انا معايا بقى الخبر المفيد. ايه بقى الخبر المفيد؟ المكياج. مير المكياج في ايه؟ هتعتزل عشان ما بتحبش تحط مكياج. يعني هي بس هتعتزل عشان مش عايزه تحط مكياج تاني؟ لا، في خبر مهم قوي تاني. ايه بقى؟ ما بتحبش المشاهد السخنه، البوس، الحاجات القبولات. دي القبولات، بتحبش القبولات الساخنه. اه، طب وايه كمان؟ بس الفنانة سمية العلفي بتعيش حياة طبيعية جدا، وهي زي القمر وما فيهاش أي حاجة. إيه بقى حكاية المكياج دي؟ بس أنتي قلتي حاجة كمان، حاجة تخص الفنانة إسعاد يونس. إيه بقى حكاية السفارة دي أهم حاجة؟ مع المنتجة إسعاد يونس. هي اكتشفت إن هي عندها موهبة الكتاب. كتبت فيلم بعنوان أيوه بعنوان البين، اللي هيبقى بطولته أحمد الفيشاوي، وهي هتقوم بدور هتبقى هي أمه في الفيلم. طب إزاي بقى وإحنا لسه قايلين إنها هتعتزل التمثيل؟ لأن ده هيبقى مباراة اعتزالها. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه إيمان، ايه رأيك في الاخبار الجامده اللي جابها لنا المخبر السري دلوقتي؟ مش عارفه، بصي، هي حاجه طبعا يعني حاجه سيئه جدا الفنانه سمية العلفي مش هنشوفها بتمثل تاني، بس احنا منتظرين فيلم البينو عشان نهني الممثله والكاتبه سمية العلفي، وللاسف مش هنشوفها بتمثل تاني.